الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أبنائي طلاب الصف الخامس الابتدائي قسم العلوم العامة في مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية المستقلة للبنين يرحب بكم ويقدم لكم مراجعة لمقرر العلوم العامة للصف الخامس الابتدائي التقرير الثالث للعام الأكاديمي 2015-2016. فأهلا ومرحبا بكم عزيزي الطالب، أرجو منك التفكير جيدا قبل الإجابة على الأسئلة، وسنقدم لك ملخصا بسيطا لما تعلمته في كل وحدة قبل طرح الأسئلة. ولعلنا نتذكر أبناء الطلاب أننا درسنا في هذه الفترة ثلاث وحدات، الوحدة الثامنة كانت عن الغذاء، والوحدة التاسعة كانت عن الفقاريات واللا فقاريات، بينما الوحدة العاشرة كانت عن تغير المواد. نبدأ أبناء الطلاب بالوحدة الثامنة، وحدة الغذاء. ومن أهم المصطلحات التي درسناها في هذه الوحدة مصطلح الغذاء أو فود. ماذا نعني بمصطلح الغذاء؟ أحسنت، فعلا الغذاء هو كل مادة يستهلكها الكائن الحي لتوفير الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة وكذلك لإتمام العمليات الحيوية داخل خلايا الجسم. ابن الطالب، هذه الصورة تذكرنا أيضا بأحد المصطلحات والمفاهيم العلمية التي درسناها في هذه الوحدة. ما هو هذا المفهوم العلمي؟ فعلا أحسنت، النظام الغذائي المتوازن أو balanced diet. ولكن ما هو النظام الغذائي المتوازن؟ فعلا بارك الله فيك، النظام الغذائي المتوازن هو نظام غذائي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لأجسامنا بشكل متوازن. أيضا هذه الصورة تذكرنا بأحد المفاهيم العلمية. ما هو هذا المفهوم؟ ماذا تمثل هذه الصورة؟ فعلا هذه هي صورة الهرم الغذائي أو food pyramid. ولكن ما المقصود بالهرم الغذائي؟ فعلا إجابة صحيحة، الهرم الغذائي هو نظام غذائي يحدد ما يناسب كل فرد من الحصص اليومية التي يجب أن يتناولها. كما درسنا أبناء الطلاب في هذه الوحدة، وحدة الغذاء، درسنا مجموعات الغذاء الضرورية. كم عدد هذه المجموعات؟ فعلا ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي مولدات الطاقة، المجموعة الثانية هي مجموعة البناء والنمو، أما المجموعة الثالثة فهي مجموعة الوقاية والحماية. ولكن ما أنواع الأطعمة التي تمد جسمنا بالطاقة؟ فعلا الزيوت والدهون والسكريات والنشويات تمد أجسامنا بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة. ما أنواع الأطعمة التي تعمل على نمو الجسم وبناء خلايانا؟ فعلا البروتينات الموجودة في اللحوم والبيض والأسماك وجميع منتجات الألبان والبقوليات، أيضا فيها بروتينات تعمل على نمو الجسم وتجديد الخلايا التالفة. ما أنواع الأطعمة التي تقينا وتحمينا من الأمراض؟ فعلا الفيتامينات والأملاح المعدنية الموجودة في الخضروات والفاكهة تحمي أجسامنا من الكثير من الأمراض. والآن نبدأ أبناء الطلاب هذه المراجعة بعدد من الأسئلة المتنوعة. نبدأها بهذا السؤال، أكمل الجمل التالية بالمفردة المناسبة. عند الإجابة عن مثل هذه الأسئلة علينا بقراءة المفردات أولا. المفردات التي لدينا في هذا السؤال: كالوريز، كربوهيدراتس، بالانس دايت، فود، بروتينز. الجملة الأولى: طاقة يحصل عليها جسم الإنسان عند تناوله مقدارا معينا من مادة غذائية ما، ماذا تسمى هذه الطاقة؟
كالوريز، أحسنت، إجابة صحيحة فعلا. كالوريز أو السعرات الحرارية طاقة يحصل عليها جسم الإنسان عند تناوله مقدارا معينا من مادة غذائية ما. الجملة الثانية، عناصر غذائية تزود الجسم بالطاقة، ماذا تسمى هذه العناصر؟ فعلا كربوهيدرات هي عناصر غذائية تزود أجسامنا بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة، أحسنت. الجملة الثالثة، غذاء يحتوي على جميع العناصر الغذائية بنسب محددة، أحسنت. بالانس الدايت، غذاء يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية بنسب محددة، أو النظام الغذائي المتوازن. الجملة الرابعة، عناصر غذائية تبني الخلايا وتعوض التالف من الأنسجة، ماذا تسمى هذه العناصر الغذائية؟ أحسنت، بروتينز. البروتينات عناصر غذائية تبني الخلايا وتعوض التالف من الأنسجة. الجملة الخامسة، كل مادة يستهلكها الكائن الحي لتوفير الطاقة اللازمة لجسمه، ماذا تسمى هذه المادة؟ فعلا فود، إجابة صحيحة. الغذاء كل مادة يستهلكها الكائن الحي لتوفير الطاقة اللازمة لجسمه. والآن أبناء الطلاب ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية. وقبل أن نبدأ بالإجابة عن هذه الأسئلة، علينا أولا بقراءة السؤال جيدا وقراءة جميع الخيارات التي سوف نختار منها، كما علينا أن نفكر في هذه الخيارات لنختار الاختيار الصحيح في كل سؤال. السؤال الأول، ماذا نسمي كل مادة يستهلكها الكائن الحي لتوفير الطاقة اللازمة لجسمه، ماذا تسمى هذه المادة؟ هل هي الغذاء أم البروتينات أم الهرم الغذائي أم السعرات الحرارية؟ فعلا إجابة صحيحة، الغذاء هو كل مادة يستهلكها الكائن الحي لتوفير الطاقة اللازمة لجسمه. السؤال الثاني، أي من الأطعمة التالية توجد بكثرة في الزيت والشحم وتعطينا الطاقة؟ هل هي فاتس أو الدهون، مينرالز أو الأملاح المعدنية، بروتينز أم فيتامينز؟ أحسنت، فاتس أو الدهون هي أطعمة توجد بكثرة في الزيت والشحم وتعطينا الطاقة. السؤال الثالث، ما المجموعة الغذائية التي تساعد على نمو الجسم وبناء وتقوية العضلات؟ هل هي الدهون أم البروتينات أم الكربوهيدرات أم الأملاح المعدنية؟ أحسنت، البروتينات تساعد على نمو الجسم وبناء وتقوية العضلات. السؤال الرابع، ما المقصود بالغذاء الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية اللازمة للجسم بشكل متوازن؟ هل هو بالانس دايت أم كربوهيدرات أم فود أم فيتامينز؟ أحسنت، النظام الغذائي المتوازن أو بالانس دايت هو نظام غذائي يحتوي على كل العناصر الغذائية اللازمة للجسم بشكل متوازن. السؤال الخامس، أي من السلوكيات التالية سليم صحيا ويساعد على إنقاص الوزن؟ هل الإكثار من الحلويات سلوك سليم صحيا أم الإكثار من تناول الدهون أم التقليل من الخضروات والفاكهة سلوك سليم صحي أم أنا تناول أغذية متنوعة بكميات مناسبة سلوك سليم؟ فعلا
تناول أغذية متنوعة بكميات مناسبة، سلوك سليم صحي، ويساعد على إنقاص وزن الجسم. السؤال الثالث، ماذا يمثل الشكل التالي؟ هل الشكل التالي يمثل الغذاء أم الهرم الغذائي أم السعرات الحرارية أم أن هذه الصورة تمثل ملصق المعلومات الغذائية؟ فعلا إجابة صحيحة، هذه الصورة تمثل الهرم الغذائي. السؤال السابع، ما هي مجموعة الغذاء الغنية بالبروتينات؟ هل الحبوب غنية بالبروتينات أم أن الزيوت والدهون هي مجموعة غنية بالبروتينات أم مجموعة الخضروات والفاكهة أم اللحوم والأسماك والبيض؟ إجابة صحيحة، أحسنت، فعلا اللحوم والأسماك والبيض هي مجموعة غذائية غنية بالبروتينات. السؤال الثامن، ما وحدة قياس طاقة الغذاء؟ هل نقيس طاقة الغذاء بالبروتينات أم بالزيوت المشبعة أم السعر الحراري أم الزيوت غير المشبعة؟ بارك الله فيك، أحسنت، فعلا السعر الحراري هو وحدة قياس طاقة الغذاء. السؤال التاسع، ما أهمية مجموعة الكربوهيدرات؟ هل الكربوهيدرات تساعد على نمو الجسم أم أن الكربوهيدرات تمد الجسم بالطاقة أم تحمي الجسم من الأمراض أم تساعد على تجديد الخلايا التالفة؟ أحسنت، الكربوهيدرات تمد أجسامنا بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة. السؤال العاشر، ما أهمية شرب الماء لجسم الإنسان؟ لماذا يشرب الإنسان الماء؟ هل الماء يمد الجسم بالطاقة أم أننا نشرب الماء حتى يبني خلايا الجسم أم أن الماء يقوي العظام والأسنان أم يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم بإخراج العرق؟ بارك الله فيك، أحسنت، فعلا شرب الماء يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم بإخراج العرق. والآن أبنائي الطلاب، ننتقل إلى النوع الثالث من الأسئلة، وهي أسئلة المصطلحات العلمية. أكتب المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالية: 1. إحدى مكونات الفواكه والخضروات وتساعد في عمليتي الهضم والإخراج، ما هي؟ فعلا أحسنت، الألياف هي إحدى مكونات الفواكه والخضروات وتساعد في عمليتي الهضم والإخراج. 2. من مكونات الفواكه والخضروات وتعمل على وقاية الجسم من بعض الأمراض، فعلا الفيتامينات موجودة في الخضروات والفاكهة وتعمل على وقاية وحماية الجسم من الكثير من الأمراض. 3. تراكم الدهون داخل الجسم وزيادة الوزن أكثر من 15% عن الوزن الطبيعي، ماذا نسمي هذه الظاهرة؟ أحسنت، البدانة أو السمنة. البدانة أو السمنة هي تراكم الدهون داخل الجسم وزيادة وزنه عن 15% عن الوزن الطبيعي. 4. نظام الغذائي يحتوي على كميات مناسبة من مجموعات الغذاء الضرورية، ماذا نسمي هذا النظام؟ أحسنت، هو الغذاء المتوازن أو بالانسد دايت. والآن أبناء الطلاب، ننتقل إلى بعض الأسئلة المقالية.
السؤال الأول: ألف، اذكر ثلاثا من فوائد الغذاء المتوازن لجسم الإنسان، ما فوائد الغذاء؟ فعلا الغذاء يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة، كما أن الغذاء يعمل على نمو الجسم وتجديد خلاياه، أيضا الغذاء يقي الجسم من بعض الأمراض. ب، للغذاء مصدران أساسيان، ما هما؟ للغذاء مصدران أساسيان ما هما؟ أحسنت، النبات والحيوان هما مصدر غذاء الإنسان. جيم، اذكر ثلاث نصائح تقولها لصديق لك يعاني من زيادة الوزن. لديك صديق يعاني من السمنة أو زيادة الوزن، بما تنصحه؟ فعلا أنصحه بتناول غذاء متوازن بكميات مناسبة، كما أنصحه أيضا بالتقليل من الدهون والسكريات لأنها تساعد على زيادة المشكلة أو مشكلة السمنة والبدانة، كما أنصحه بممارسة الرياضة. والآن أبنائي الطلاب، ننتقل إلى الوحدة الثامنة، وقد كانت عن الفقاريات واللافقاريات. أبنائي الطلاب، الكائنات الحية التي خلقها الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتنوعة، متشابهة في بعض الصفات ومختلفة في صفات أخرى. كيف استطاع العلماء دراسة هذا العدد الهائل من أنواع المخلوقات الحية؟ أحسنت، لقد صنف العلماء المخلوقات الحية أو الكائنات الحية إلى فقاريات ولا فقاريات. ما المقصود بالفقاريات أو vertebrates؟ ما المقصود بالفقاريات أو vertebrates؟ أحسنت، فعلا الفقاريات كائنات حية لها عمود فقري. ما المخلوقات الحية التي لها هيكل داخلي؟ ما المخلوقات الحية التي لها هيكل داخلي؟ فعلا أحسنت، الإنسان له هيكل داخلي يحميه ويدعمه، أيضا الثدييات لها هيكل داخلي، كذلك الطيور والأسماك والبرمائيات والزواحف، كل هذه المخلوقات الحية لها هيكل داخلي يحميها ويدعمها. والآن نبدأ أبناء الطلاب بالتعرف على أجزاء الهيكل العظمي لجسم الإنسان. ماذا يمثل هذا الجزء من الهيكل العظمي لجسم الإنسان؟ أحسنت، هذا الجزء يمثل الجمجمة التي تحمي الدماغ من أي ضرر. ماذا يمثل هذا الجزء من جسم الإنسان؟ أحسنت، هذا الجزء يمثل العمود الفقري، وهو الذي يجعل الإنسان يجلس ويسير وهو منتصب القامة، كما أنه يحمي النخاع الشوكي. بارك الله فيك. ماذا يمثل هذا الجزء من الهيكل العظمي لجسم الإنسان؟ فعلا هذا هو القفص الصدري أو الأضلاع الذي يحمي القلب والرئتين. ماذا يمثل هذا الجزء من الهيكل العظمي لجسم الإنسان؟ فعلا أحسنت، هذه عظام الحوض، الحوض الذي يعد قاعدة الأعضاء الداخلية في البطن. ماذا تمثل هذه الأجزاء من الهيكل العظمي لجسم الإنسان؟ فعلا هذه عظام الأطراف العلوية والأطراف السفلية، وهي تساعد على الحركة والتنقل والإمساك بالأشياء. ننتقل أبناء الطلاب إلى النوع الثاني من المخلوقات الحية، وهو اللافقاريات. ما المقصود بالمخلوقات الحية اللافقارية أو اللافقاريات؟ invertebrates. أحسنت، اللافقاريات أو invertebrates
كائنات حية ليس لها عمود فقري. درسنا قبل ذلك أن الفقريات لها عمود فقري، أما اللافقريات ليس لها عمود فقري. ولكن كيف يستطيع هذا الحلزون وغيره من المخلوقات الحية اللافقرية أن يحمي أجزائه الداخلية اللينة؟ فعلا بعض المخلوقات الحية اللافقرية كالحلزون وغيره له إكسسكيلتون لحماية أجزائه الداخلية، والهيكل الخارجي هو غطاء يغطي جسم الحيوان اللافقاري ويحميه. والآن أبناء الطلاب رأينا الاختلاف والتباين الشديد بين الكائنات الحية الفقارية، فكيف استطاع العلماء دراسة كل هذا العدد الهائل من المخلوقات الحية الفقارية؟ أحسنت، لقد قاموا بتصنيف الفقاريات إلى 5 مجموعات أساسية. ترى ما هي هذه المجموعات الخمس؟ أحسنت، الثدييات، الطيور، الزواحف، الأسماك، البرمائيات. هذه هي المجموعات الخمس للمخلوقات الحية الفقارية. نبدأ أبناء الطلاب بمجموعة الثدييات كالأبقار والأسود والجمال أو الإبل. وكما نعلم أبناء الطلاب الثدييات من أهم صفاتها أنها تلد وترضع صغارها الحليب، كما أنها تعتني بصغارها ويغطي جسمها الشعر، كما أن معظمها يعيش على اليابسة وبعضها يعيش في الماء كالحوت والدلفين. ننتقل بعد ذلك أبناء الطلاب إلى المجموعة الثانية، وهي مجموعة مجموعة الطيور. وأجسام الطيور مغطاة بالريش كما نرى في هذه الصورة، كما أن لها رجلان وجناحان للحركة والطيران. أيضا الطيور تبيض وترقد على البيض. المجموعة الثالثة من مجموعة الفقاريات وهي الزواحف. أحسنت، مجموعة الزواحف كالتمساح والسلاحف وغيرها. والزواحف أبناء الطلاب تستخدم أرجلها في الحركة، وبعضها يستخدم انقباض عضلات البطن عند الحركة، كما أن أجسامها مغطاة بالحراشف لحمايتها. ننتقل بعد ذلك أبناء الطلاب إلى المجموعة الرابعة وهي مجموعة الأسماك. أحسنت، وكما هو معروف أبناء الطلاب فالأسماك تعيش في الماء وتضع بيضها في الماء أيضا، كما أنها تتنفس الأكسجين الذائب في الماء بواسطة الخياشيم وتتحرك بالزعانف، كما أن أجسامها مغطاة بالقشور. المجموعة الخامسة والأخيرة أبناء الطلاب هي مجموعة البرمائيات. أحسنت، كالضفدع والسلمندر. وهذه المجموعة أبناء الطلاب تبدأ دورة حياتها في الماء، ثم بعد ذلك تنتقل بين اليابسة والماء. في الطور الأول من دورة حياتها حينما تعيش في الماء تتنفس الأكسجين الذائب في الماء بواسطة الخياشيم كالأسماك، وحينما تنتقل على اليابسة فإنها تتنفس الهواء الجوي بواسطة الرئتين والجلد. أحسنت، وعندنا أبناء الطلاب في كتاب الطالب صفحة 40 ملخص شامل وجميل جدا يشرح خصائص المجموعات الخمس للحيوانات الفقارية، الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. ننتقل أبناء الطلاب بعد ذلك إلى الأسئلة، ونبدأها بالسؤال الأول، أكمل الجمل التالية بالمفردة المناسبة. وعند الإجابة عن هذه الأسئلة علينا بقراءة المفردات أولا: vertebrates, invertebrates, exoskeleton, internal skeleton, variation. ما المقصود باختلاف أفراد المجموعة الواحدة في الصفات؟ ما المقصود باختلاف أفراد المجموعة الواحدة في الصفات؟ أحسنت، variation هو اختلاف أفراد المجموعة الواحدة في الصفات أو الخصائص. الجملة الثانية،
ماذا نسمي الحيوانات التي لها عمود فقري؟ أحسنت، vertebrates أو الفقاريات هي حيوانات لها عمود فقري. الجملة الثالثة، ماذا نسمي مجموعة العظام التي توجد في جسم الكائن الحي الفقاري وتعطيه الشكل والدعامة؟ أحسنت، internal skeleton أو الهيكل الداخلي هو مجموعة العظام التي توجد في جسم الكائن الحي الفقاري وتعطيه الشكل والدعامة. الجملة الرابعة، ماذا نسمي الغطاء الذي يغطي جسم الحيوان اللافقاري؟ أحسنت، exoskeleton هو الغطاء الخارجي الذي يغطي جسم الحيوان اللافقاري. المجموعة، الجملة الخامسة والأخيرة، مجموعة من الكائنات الحية ليس لها عمود فقري، ماذا نسمي هذه المخلوقات الحية التي ليس لها عمود فقري؟ أحسنت، invertebrates هي مخلوقات حية ليس لها عمود فقري. ننتقل أبناء الطلاب بعد ذلك إلى نوع آخر من الأسئلة، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية. وأيضا قبل أن نبدأ بالإجابة عن هذه الأسئلة، علينا بقراءة السؤال جيدا وقراءة جميع الخيارات ثم التفكير بعمق والمقارنة بين الخيارات لاختيار الإجابة الصحيحة. ما الذي يدعم جسمك ويعطيك شكلك المميز؟ ما الذي يدعم الجسم ويعطيك الشكل المميز؟ هل هو exoskeleton أم internal skeleton أم variation أم vertebrates؟ أحسنت، internal skeleton هو الذي يدعم جسم المخلوق الحي ويعطيه شكله المميز. ما الذي يحمي الأعضاء الداخلية اللينة للحلزون؟ هل الفقريات أم العمود الفقري يحمي الأعضاء الداخلية اللينة للحلزون أم الهيكل الداخلي أم الهيكل الخارجي؟ أحسنت، الهيكل الخارجي يحمي الأعضاء الداخلية اللينة للحلزون. ما المقصود بالاختلاف في صفات أفراد المجموعة الواحدة من الكائنات الحية أو في خصائصها؟ هذا الاختلاف والتباين بين أفراد المجموعة الواحدة ماذا نسميه؟ هل internal skeleton أم invertebrates vertebrates variation؟ أحسنت، variation التنوع أو التباين والاختلاف بين أفراد المجموعة الواحدة في الصفات والخصائص. ما السبب وراء صفة شحمة الأذن؟ شحمة الأذن السائبة أو الملتحمة، ما السبب في ذلك؟ هل طبيعة الغذاء هي التي تجعل شحمة الأذن سائبة أو ملتحمة؟ أم الوراثة؟ أم الرياح؟ أم درجة الحرارة؟ أحسنت، صفة شحمة الأذن السائبة الملتحمة هي صفة وراثية تنتقل من الأجداد أو من الآباء إلى الأبناء، ولا دخل الغذاء أو درجة الحرارة بها. إلى أي مجموعة من الفقاريات ينتمي كل من الحوت والدولفين؟ هل الحوت والدولفين ينتمون إلى الطيور أم إلى الأسماك أم إلى الثدييات أم إلى البرمائيات؟ أحسنت، الحوت والدولفين ينتمون إلى مجموعة الثدييات بالرغم من أنهم يعيشون في الماء كالأسماك، لكنهم ينتمون إلى مجموعة الثدييات. ما المجموعة من الفقاريات التي تتكاثر بالولادة، تلد وترضع صغارها وتعتني بهم؟ هل هي الطيور أم الأسماك أم الثدييات أم البرمائيات؟ أحسنت، الثدييات مجموعة من مجموعات الفقارية التي تتكاثر بالولادة.
والآن ننتقل أبناء الطلاب إلى نوع آخر من الأسئلة. اكتب المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالية: من مجموعات الفقاريات وتبدأ حياتها في الماء ثم تنتقل بعد ذلك بين اليابسة والماء، ما هي هذه المجموعة؟ أحسنت، البرمائيات هي من الفقاريات التي تبدأ حياتها في الماء ثم تنتقل بعد ذلك بين اليابسة والماء. ما الذي يدعم جسم الفقاريات ويميزها عن اللافقاريات؟ ما الذي يدعم جسم الفقاريات ويميزها عن اللافقاريات؟ أحسنت، العمود الفقري هو الذي يدعم جسم الفقاريات. والآن أبناء الطلاب ننتقل إلى بعض الأسئلة المقالية. السؤال الأول: أذكر ثلاثة أمثلة للتنوع المكتسب. السؤال الأول: أذكر ثلاثة أمثلة للتنوع المكتسب. فعلا زيادة الوزن، استمرار البشرة نتيجة التعرض للشمس، زيادة قوة العضلات نتيجة التدريبات الرياضية، كل هذه الصفات صفات مكتسبة وليست صفات وراثية. أذكر ثلاثة أمثلة للتنوع الوراثي. أذكر ثلاثة أمثلة للتنوع الوراثي: التصاق شحمة الأذن، المقدرة على ثني اللسان، لون العينين. أمثلة للتنوع الوراثي. أحسنت، أذكر ثلاث من فوائد التنوع في الصفات في الكائنات الحية. أذكر ثلاث فوائد للتنوع في الصفات في الكائنات الحية. أحسنت، التكيف مع البيئات المختلفة، بناء علاقات اجتماعية، مقاومة الأمراض. أحسنت، بارك الله فيك. والآن أبناء الطلاب ننتقل إلى الوحدة العاشرة والتي كانت بعنوان تغير المواد. وقد قمنا بالتمييز بين نوعين من التغيرات التي تحدث للمواد، ما هما؟ أحسنت، تغير مؤقت وتغير دائم. temporary change، تغير مؤقت temporary change، وتغير دائم permanent change. ولكن ما هو التغير المؤقت؟ أحسنت، التغير المؤقت هو تغير في حالة المادة أو بعض خصائصها مثل الشكل أو الحجم بحيث لا ينتج عنه مادة جديدة. أتذكر أمثلة لهذا النوع من التغير؟ أحسنت، غزل الصوف أو نسج الصوف يعتبر مثالا للتغير المؤقت. كذلك طحن القمح وتحوله إلى طحين نوع من أنواع التغير المؤقت. كذلك أيضا تجميد العصير نوع من أنواع التغير المؤقت. ما هو التغير الدائم؟ أحسنت، التغير الدائم تغير ينتج عنه مادة جديدة تختلف في نوعها وخصائصها عن المادة الأصلية. أتذكر أمثلة عن التغير الدائم؟ أحسنت، قلي البيض يعتبر تغير دائم. قلي البيض يعتبر من أنواع التغير الدائم لأنه ينتج عنه مادة جديدة لها خصائص وصفات جديدة. كذلك أيضا احتراق فتيل الشمعة يعتبر من التغير الدائم. ولقد قام العلماء بتقسيم المواد التي نستخدمها من حيث المنشأ إلى نوعين: مواد طبيعية natural ومواد صناعية. والآن أبناء الطلاب ننتقل إلى الأسئلة. السؤال الأول: أكمل الجمل التالية بالمفردة المناسبة. والمفردات الواردة في هذا السؤال: brittle أو هش، mixing أو خلط،
ريكسابول مرن ميتالز معدن او معادن ميتالز معادن بيرمننت تشينج تيمبوري تشينج. الجملة الأولى خاصية تصف قدرة المادة على التشكل دون أن تنكسر، ماذا تسمى هذه الخاصية؟ أحسنت، فليكسبل أو المرونة. الجملة الثانية تغير ينتج عنه مادة جديدة تختلف في نوعها وخصائصها عن المادة الأصلية، ما اسم هذا النوع من التغير؟ أحسنت، permanent change، التغير الدائم. أحسنت، permanent change أو التغير الدائم. الجملة الثالثة خاصية تصف قابلية المادة للكسر، ماذا تسمى هذه الخاصية؟ أحسنت، brittle أو الهشاشة هي خاصية تصف قابلية المادة للكسر. الجملة الرابعة ما العملية التي يتم فيها مزج مجموعة من المواد للحصول على مواد لها خصائص مختلفة؟ ابن الطالب لو لم تعلم الإجابة عن أحد هذه الجمل يمكنك الانتقال إلى الجملة التي تليها وترك هذه الجملة إلى نهاية السؤال. ننتقل إلى الجملة الخامسة، مواد لها مجموعة من الخصائص مثل الصلابة وقابلية التشكل واللمعان وغيرها، ما هذه المواد؟ ما اسم هذه المواد؟ أحسنت، ميتالز أو الفلزات هي مواد لها مجموعة من الخصائص مثل الصلابة وقابلية التشكيل واللمعان وغيرها. الجملة الثالثة تغير تحافظ فيه المادة على نوعها، ما اسم هذا النوع من التغير؟ أحسنت، temporary change أو التغير المؤقت هو تغير تحافظ فيه المادة على نوعها. نرجع إلى الجملة الرابعة، عملية يتم مزج مجموعة من المواد للحصول على مواد لها خصائص مختلفة، لم يتبقى إلا الخيار الأخير mixing أو الخلط. أحسنت، ننتقل أبنائي الطلاب بعد ذلك إلى السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية. 1. ما التغير الذي يحدث للفلزات عندما تصدأ؟ هل تتغير حالتها أم تزداد مرونة أم ترتفع درجة حرارتها أم تتحول إلى مواد جديدة؟ أحسنت، تتحول إلى مواد جديدة لها خصائص جديدة. السؤال الثاني، كيف نغير عجينة الكعك في المطبخ بشكل دائم؟ هل بالتبريد تتغير بشكل دائم أم خلط مكوناتها أم الخبز في الفرن أم صب العجينة في قالب يجعلها تتغير بشكل دائم؟ أحسنت، الخبز في الفرن يغير العجينة بشكل دائم ويحولها إلى كعك. السؤال الثالث، ما التغير الذي يحدث للبيض عند سلقه؟ هل هو تغير مؤقت أم تغير في الشكل فقط أم لا يتغير خصائصه أم تغير دائم ينتج مادة جديدة لها خصائص جديدة؟ أحسنت، عند سلق البيض يحدث تغير دائم ينتج مادة جديدة لها خصائص جديدة. السؤال الرابع، ما المواد التي تدخل في صناعة قطع النقد المعدنية؟ بريتل، فليكسبل، ميتالز، سينتيتيك. أحسنت، ميتالز أو الفلزات تدخل في صناعة قطع النقد المعدنية. السؤال الخامس، متى توصف المادة بأنها مرنة؟ هل إذا كانت خشنة أم إذا كانت ناعمة أم عندما تنكسر عند ثنيها أم عندما لا تنكسر عند ثنيها؟
أحسنت، عندما لا تنكسر عند ثنيها وتعود إلى حالتها الأولى توصف المادة بأنها مرنة flexible. والآن أبناء الطلاب ننتقل إلى السؤال الأخير في هذه المراجعة، وهو قارن بين التغير الدائم والتغير المؤقت حسب النقاط في هذا الجدول. أحسنت، في التغير الدائم تتكون مواد جديدة، أما في التغير المؤقت لا تتكون مواد جديدة. التغير الدائم هل ترجع المادة لأصلها أم لا ترجع؟ أحسنت، في التغير الدائم يصعب أن تعود المادة لأصلها بالخواص والطرق الفيزيائية العادية، أما في التغير المؤقت يمكن للمادة أن ترجع إلى أصلها. نريد أمثلة للتغير الدائم وأمثلة للتغير المؤقت للمواد. من أمثلة التغير الدائم احتراق فتيلة الشمعة، كذلك أيضا غزل الصوف من أمثلة التغير المؤقت. بارك الله فيكم أبناء الطلاب ونفع بكم ووفقكم الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.